السلام عليكم. عزدي مارسو، مصمم ديكور داخلي. فكرة ديال المسبح فوق السطح كانت عندي من شحال هادي، فحاولت أنني نطبقها ولكن كانت صعيب حيث كنت متخوف ومتردد شوية. عندك ما يصدق شي أو شي حاجة في حال هكذا، ولكن حاولت أنني نزعم ونعدله. قام لي تقريبا بشي ما بين 8000 7000 درهم. المسبح كيهز 1500 كيلو. 1500 كيلو يعني ما كتضرش نهائيا سطح المنزل، بحكم ان البنايه باقا جديده، وكنت استشرت مع بعض المعيشين عقاريين ومع بعض المهندسين، فكانت الاجابه ديالهم انه ما نفوتش هذا الوزن، هذا يعني ما نفوتش 4 طن، فانا 4 طن ما وصلت لاشي نهائيا. بالنسبه للسلطات ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله، حيت هذا ماشي بني ولا شي حاجه، فقط مسبح بلاستيكي داير بالخشب، حيت انا ديكوراتور بين تراقي وجميل. الرساله ديالي للناس اللي كتسقسيني وكتقول لي بان بغيت تعمل في حاله ما هكذا، فساهل يعني ما كياخذش بزاف ديال الوقت، يقدر انا قلت لك شهر، حيت انني خدمت الديكور ديالو كامل من ا تنزل. علاش؟ حيت خدمت بالقصب بالضوء باللوح بكل شيء، اما يعني يكون مسبح داير باللوح ما كيفوتش واحد اسبوع. فالنصيحة ديالي للناس اللي باغيين يعملوا فحال ما هكذا، يعني يختاروا أصغر وزن هو هذا، يعني ما يهودوش على 4 طن، 4 طن لتحت يعني يقدر يكون مزيان 4 طن، يعني ما يأثرش على الدار، يقدروا يعملوه في السطاح أو في الجردة، لا عندهم جردة تكون أحسن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.